السلام عليكم. اكيد كلكم انبهرتم بشويه المشاهد السينمائيه اللي فاتت وكم الجرافيكس والانيميشن والموشن والحركه اللي موجودين فيهم، وممكن البعض يتهيالوا ان انا جايبهم من فيديو جيم او من فيلم خيال علمي. والحقيقه انا اللي عامل كل الفيديوهات دي من A to Z باستخدام الذكاء الاصطناعي بكل بساطه، بدون ما يكون عندي اي فكره بالفيديو جرافيكس ولا بالانيميشن حتى، وكمان بدون استخدام اي برامج جرافيكس انيميشن او 3D. كل اللي انتوا شفتوه ده معمول من خيال الذكاء الاصطناعي بمجرد ضغطه زر باستخدام تقنيه تكست تو فيديو او ايمج تو فيديو، اللي هو تقنيات تحويل النصوص لفيديوهات او تحويل الصور لفيديوهات متحركه. والحقيقه تقنيه الذكاء الاصطناعي الجديده دي غيرت فكر ال 3D والانيميشن والفيديو جرافيكس بشكل كلي، وعملت ثوره جديده في المجال ده. فالنهارده انا حابب اوريكم بعض البرامج اللي ممكن تقدر تخليكم تحولوا النصوص لفيديوهات او صور لفيديوهات متحركه مثيره زي اللي انتم شفتوها دي. تعالوا مع بعض نجرب ونستخدم بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي الجديده دي. اول حاجه هنعملها نحتاج نجيب شويه صور احترافيه او هاي كواليتي ريزوليوشن زي اللي احنا شفناها في بدايه الفيديو، لان كل ما تستخدم صور جودتها عاليه او شكلها احترافي الذكاء الاصطناعي هيقدر يستخدمها في توليد فيديو ذات جوده عاليه برضه. وبرضه الصور دي بكل بساطه هتقدر تولدها باستخدام الذكاء الاصطناعي. من الادوات الرائده لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي هو موقع ميد جورني، ولكن للاسف موقع ميد جورني مش مجاني، فانا برجح نستخدم ادوات بديله زي اداه ليوناردو اي اي بتقدر تدينا برضه صور بجوده عاليه جدا وقريبه جدا من ميد جورني، او ممكن نستخدم كمان اداة فاير فلاي. الاداة مجانية وبسيطة جدا وسهلة في الاستخدام، واحنا شرحناها قبل كده في الفيديو اللي فات اللي هتلاقيه في اللينك اللي فوق. باختصار هتقدر تدخل على فاير فلاي من خلال كتابة firefly.adobe.com من البراوزر بتاعك، وبعد كده هتروح على الاداة اللي اسمها تكست تو ايمج، وجوه هتلاقي في جاليري او مكتبة كبيرة مليانة من الصور اللي معمولة قبل كده بشكل احترافي جدا، فانت ممكن تكليك على اي حاجة منهم وتنزلها او تعدل فيها بشكل بسيط زي ما انت حابب. أو لو انت حابب تعمل صوره من الاول خالص بتستخدم البرومبت اللي تحته، بتكتب فيه الكي ووردز او الكلمات اللي هي المعبره عن الصوره دي وبتدوس جنريت، وطبعا بعد ما بتظبط الفلاتر اللي بتبقى موجوده على اليمين وتغير مقاس الصوره زي ما انت حابب. اهم حاجه بعد ما بتخلص وبتعمل جنريت للصوره اللي انت عايزها بتفتح الصوره وبتدوس على زرار داونلود اللي موجود فوق، وبتحفظ الصوره على الديسكتوب او في اي مكان عشان هنستخدمها في الخطوه الجايه. من المواقع المجانيه والظريفه جدا اللي بتقدر تشتغل على تحريك الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي هو موقع او اداه ليابكس. وليابكس هي أداة بتقدر تحول لك الصور ال 2D لصور 3D أو متحركة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. كل اللي بتعمله بتروح على ليابكس.com وبتعمل ساين أب باستخدام الإيميل بتاعك أو باستخدام أي حساب جوجل، وبعد كده بترفع الصورة اللي أنت عملتها في الخطوة اللي فاتت. أول ما بترفع الصورة بتلاقي الأداة عملت لك شوية أنيميشن على الصورة، وأنت بتبتدي بيبقى عندك شوية إعدادات بتغير في الأنيميشن ده زي ما أنت حابب، وبعد كده بتقدر تإكسبورت أو تسيف النتيجة النهائية على شكل مثلا فيديو 720 أو فورماتس تانية كتير زي فيسبوك 3D أو ديبس إيميج. ولو انت حابب تسيف الفيديو على شكل فيديو فول اتش دي فورمات فالاداه برضو بتديك شويه كريدت بتقدر تستخدمهم، ولكن بشكل محدود شويه. بصراحه الاداه بسيطه جدا وسهله جدا، بتقدر تحول لك اي صوره فلات 2 دي الى صور 3 دي او فيديوهات. نرجع تاني لموضوعنا الاساسي، ازاي انا قدرت اعمل فيديوهات بروفيشنال بشكل سينمائي شويه زي اللي احنا شفناها في بدايه الحلقه. ببساطه انا استخدمت اداه متطوره شويه عن اداه ليابكس، وهي اداه رانواي ام ال. اداه رانواي ام ال من الادوات المتطوره والمتميزه جدا اللي بتقدر تحول النصوص والصور الى فيديوهات باستخدام الذكاء الاصطناعي. لا ومش اي فيديوهات، بتقدر تحولها لمناظر او مشاهد سينمائيه زي اللي احنا شفناها. والحقيقه مش دي كل الادوات المتاحه في رانواي ام ال، رانواي مليان بالادوات اللي بتقدر تعدل و جنريت الصور والفيديوهات، ولكن احنا هنركز اكتر على اداه ايمج تو فيديو. والميزه كمان المهمه في رانواي ام ال اللي هو بيديك كريدت بتقدر تستخدمه عشان تجرب الاداه وتقدر تعمل فيديوهات زي اللي احنا شفناها بشكل مجاني. اول حاجه بروح على موقع رانواي ام ال وبعمل تسجيل الدخول او ساين اب لو انا ما عنديش حساب، وطبعا الاداه بتتيح لي ان انا اعمل ساين اب مثلا باي حساب جوجل ابل او اي ايميل شخصي بتاعي، فانا بفضل طبعا اعمل ساين اب بالجوجل. بعد ما بعمل تسجيل الدخول بيبان لي الداشبورد بتاعت رانواي ام ال اللي فيها ادوات كتيره جدا زي ما انا قلت، في ادوات منهم طبعا خاصه بمنتجه الفيديوهات وتعديل الفيديوهات زي مثلا اداه ازاله الباك جراوند من الفيديو، ولكن احنا هنركز بشكل اكتر على الاداه اللي هي تكست ايمج تو فيديو اللي بتقدر تخلينا نحول الصور والتكست لفيديوهات.
ولو احنا بصينا تحت هنا على الشمال بلاقي ان انا ايه على الفري بلان اللي هي المجانية او الخدمة المجانية اللي هي بتديني كريدت محدود. ولو انا دوست على ابجريد تو ستاندرد هنا بقى بيقول لي الفري بيبقى هو بيديك بس 125 كريدت في الشهر. ولو انا حابب اشترك في حاجة اكتر فممكن اشترك بقى في البلانز التانية اللي هي زي ستاندرد وبرو واللي هي التيميتد. لو احنا بقى دخلنا على تكست تو ام او ايمج تو فيديو هنا بيبقى عندي كذا اختيار، ان انا اكتب نص واحوله لفيديو او استخدم صورة او ممكن كده كمان استخدم صورة وديسكريبشن مع بعض. فانا مثلا هاجي على ايمج وهعمل ابلود للصورة بتاعتي من خلال زرار ابلود افايل، وهاجي هنا اختار الصورة بتاعتي مثلا صورة الدراجون ده وهقول له اوبن. بعد ما اعمل ابلود ممكن اجنريت على طول الفيديو اللي هو بيبقى 4 seconds، او ممكن كمان اضيف شوية ديسكريبشن علشان يضيف لي شوية مؤثرات في الفيديو زي ما انا حابب. فانا مثلا حابب اضيف شوية حاجات بسيطة، هكتب مثلا سموك عشان يضيف لي شوية دخان، فليم عشان يضيف لي شوية زي لهب كده او نار، بس كده، وهدوس جنريت. طبعا هياخد بعض الثواني علشان يجنريت الفيديو اللي هو 4 seconds، وبعد كده بيديني امكانية ان انا ممكن اكبر الفيديو ده لو عجبني من 4 seconds او 4 ثواني ل 8 seconds. بعد ما بيخلص بيديني زي شكل زي ما احنا شايفين هنا بريفيو كده، بقدر ابريفيو منه الفيديو اللي اتعمل. ولو انا مش حابب او حابب اعدل عليه باجي هنا تحت في الادجستمنت اللي موجوده هنا ممكن ابتدي اعمل شويه تعديلات، بس طبعا في حاجات مقفوله لازم ابقى مشترك في البريمن بلان بتاعتهم. لو انا بقى حابب الفيديو ممكن اعمل اكستند او ادوس على زرار اكستند اللي فوق ده، فبدوس عليه وباجي تحت هنا بقول له اكستند، فبيبتدي يعمل ريجنريت تاني للفيديو بشكل اطول شويه. وطبعا هنا فوق بيوريني الكريدتس اللي فاضل عندي من 125 كريدت الفري. انا هنا استهلكت تقريبا شويه كريدتس شويه ثواني، ففاضل عندي 65 ثانيه من ال 125 سكندز اللي كان مديهم لي في الاول. بعد ما بيخلص باجي هنا على الشمال بلاقي الفيديو التاني اتعمل، وبقدر برضو اعمله بريفيو من هنا او اعمل له اكسباند هنا عشان اشوفه بشكل اكبر، وكمان بقدر اعمل له داونلود. يعني لو انا جيت هنا دوست على الزرار داونلود ده بقدر اعمل له داونلود بشكل ام بي 4 وبسيبه على الكمبيوتر عشان استخدمه في اي برنامج بيعمل لي بقى المونتاج بتاعي. اتمنى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم ويكون استفدتوا حاجه جديده. بليز لو الفيديو عجبكم دوس لايك او نعمل سبسكرايب للقناه عشان يجي لنا كل الفيديوهات الجديده ان شاء الله، ورجاء الشير برضو لنشر المعلومه والعلم باذن الله. واشوفكم في فيديو جديد مع ليرن تك ويز عصام او اتعلم تكنولوجيا مع محمد عصام.